في شأن الدولي، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي دخل يومه الرابع إلى 788 وأكثر من 4000 جريح. نعم، يأتي ذلك في الوقت الذي حضرت فيه الأمم المتحدة من تصاعد وتيرة النزوح الجماعي، حيث تسببت الغارات المكثفة بفرار عشرات آلاف السكان من غزة بعد أن دمرت منازلهم بالكامل. كان هذا حي الرمال، أجمل أحياء المدينة ومركزها الرئيسي، وأضحى الآن أثر بعد عين. جف الكلام هنا وخفق القلب، فهذه المشاهد لا هي أفلام رعب ولا خيال، بل إنها شهية الاحتلال الإسرائيلي لحرق كل ما هو على هذه الأرض. آلاف الأسر تركت بيوتها قسراً وأصبحت في عداد النازحين بعد أن أصبح قطاع غزة رماداً ومدينة من الأشباح، وذلك بفعل الغارات الجوية الإسرائيلية الجنونية. شربنا على الزيتون عند دار عمي، لسه عمالنا بنصل بدون انذار ولا شيء. نزلوا العمارة كلها هيات علينا بدون أي شيء، البلاد والإصابات والأشلاء اللي طلعوها، كل العمارة راحة. صراحة يعني إشي مرعب، يعني أنا مش عارف وين أنا نازل من البيت. الغبرة، الضباب، الدنيا، مع أنه الدنيا نهار، الدنيا كانت ليل، ما فيش، ما بتشوفش أصبع. ووسط ذلك الأوضاع الإنسانية تتفاقم على مليوني نسمة يعيشون في قطاع غزة ظروفا صعبة تحت وطأة الحرب، وذلك بسبب الحصار المشدد، فلا كهرباء ولا ماء ولا وقود ولا طعام، حتى شبكة الاتصالات قطعت. وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع أعداد الشهداء إلى 788، والجرحى تخطوا 4000، وهي حصيلة غير نهائية. حتى اللحظة هناك عدد كبير من الضحايا تحت الركام في مختلف المناطق التي تم استهدافها خلال الساعات الماضية. حتى اللحظة الطواقم الطبية وطواقم الدفاع المدني لم تستطع انتشال كافة الضحايا من تحت الركام، معقدة للغاية بسبب استهداف المراكز الأحياء السكنية. وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا حذرت من أن قدرتها على خدمة نحو 160 ألف نازح في قطاع غزة لجأوا إلى مدارسها سقفها أيام، وفي حال لم تفتح إسرائيل المعابر إلى القطاع ستدخل في أزمة إنسانية. هذا ما خلفته حمم صواريخ الاحتلال، إبادة لمناطق بأكملها، وكأن شهية الاحتلال مفتوحة على طمس معالم مدينة غزة. سعاد الإمام، تلفزيون دولة الكويت، غزة فلسطين.